أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من يقول إننا نعبد الله محبة له لا خوفا من عقابه ولا طمعا بثوابه، من هم وما حكم قولهم؟ هذا قول الصوفية وهو ضلال والعياذ بالله، وهذا مخالف لمنهج الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولهذا قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة، ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم.